رسمت الايموجي ده على الشاشه كان كبير قوي. طب وانت بترسمي ليه اصلا؟ يعني حاجه غريبه وكمان كبير، انت كده ممكن تكون محتاجه تعالج النوف بقى. طبعا المستر جه يفتح الشاشه لقاه، واصحابي ربنا ياخدهم فتنوا عليا، اما منظري فعلا شبه الايموجي ده. عمرك رحت المدرسه وانت قاعد في الفصل دقيقه كده، والاستاذ ده عامل كده ليه؟ والواد ده عامل كده ليه؟ دنا يا عيني انا المهم وصحابك اتنمروا عليك، فقمت انت رفعت شعار لا تتنمر لا تتعدى كن صديقا جيدا. بالظبط هو ده فكره الفيديو بتاع النهارده، مواقف الناس المحرجه اللي حصلت في المدرسه. ايوه رب جايز كونجوز باك في الفيديو. If you do here subscribe to my channel. مش بقول اي كلام، فعلا اشترك في القناه لو انت ما كنتش مشترك، وما تنساش تحط لايك على الفيديو ده. انا بنزل الفيديو كل يوم كل يوم، فعشان كده ده الفيديو الرابع من ال 30 فيديو. ولو انت ما كنتش عامل لي فولو على الانستجرام اعمل لي فولو. المهم عندي النهارده 6 مواقف محرجه حصلت مع الناس في المدرسه، فيلا نبدا باول موقف محرج. اول موقف بيقول لي بقى، مش عارفه بيضحك ولا لا، بس ده اللي فاكراه، كنت بعمل شاي لبابا وكل مرة مامتي تعمله بشوف في الفقاعات دي اللي بتبقى على وش الشاي دي. المهم لما جيت اعمله ما لقيتش فيه اللي هي الفقاعات دي، رحت تفيت فيه علشان يبقى فيه فقاعات وشرب. God damn! انا لو واحد بيعمل معايا كده بس ده مش موقف محرج، انت كده بتحكي، انت كده بتهين ابوك، فعشان كده خش على الموقف رقم 2. رسمت الايموجي ده على الشاشه كان كبير قوي. طبعا المستر جه يفتح الشاشه لقاه، واصحابي ربنا ياخدهم فتنوا عليا، وكان منظري فعلا شبه الايموجي ده. طب وانت بترسمي ليه اصلا؟ يعني حاجه غريبه. الموقف التالت، كنا راجعين من الدرس، فالمدرس ده كان شديد شوية بس بيضحك وكده، فصاحبتي اندمجت وقعدت تغني وطير وقرف رف في الفضاء، لقيناه في وشنا وبيكتم الضحك. الموقف ده لو انت تبقى انت متخيل ان انت ايه حاجة حصلت بس انت ما كنتش حاسبها، تبقى انت ماشي بس كده على بالك وعمال تعمل حاجة وفي نفس الوقت تبص كده، ده اللي حصل. فالموقف الرابع، مرة كنت في أولى ثانوي، مستر الإنجليزي مش بيحبني عشان مش باخد معاها درس، كهي مدرسة مش يبقى اسمها مس بقى مش مستر ولا إيه؟ المهم سألني سؤال جاوبته إجابة نموذجية، ما عدا كلمة اتلخبطت في النط، ضحك قال لي نفسي أعرف مين الحمار اللي بيشرح لك إنجليزي. حضرتك ربنا يسامحه مشي من المدرسة بعديها بأسبوعين بعد ما حصل في شكوى. هي بتحصل كتير برضه، مثلا برضه حاجة زيها برضه تلاقي مثلا واحد كده تليفونه رن في الدرس، يقوم الأستاذ قايل إيه بقى؟ مين الحيوان اللي تليفونه رن؟ تلاقي على الكلية بتقول له ده تليفونك يا أستاذ. نفس الفكرة كده بعدها يقوم اللي حصل بقى دايركتد باي روبي. الموقف الخامس، كنت في حصة وأنا في أولى وكنت مطبق يومين ورا بعض، فنمت في الحصه دي كانت انجليزي، فلما المستر بيقومني فقمت قايل له نعم يا حب عايز حاجه، بس ده عادي مش محرج يعني عادي. بس احنا عندنا بقى دي ذكريات مؤلمه، كان عندنا ابله ساعه ما اي حد ينام تيجي بقى كده بالعصايه، ثانيه بس هجيب عصايه دي واحده، تقوم جايه كده ما تعتقوش. الله يمسها بالخير بقى. موقف رقم 6، اتخانقت مع واحد وصاحبه في المدرسة الصبح، جيت بعد الدرس بالليل لقيت واحد منهم بيقول لي اتخانقت ليه مع فينو؟ قلت له آخر ما اتخانق مع فينو؟ أنت جامد بقى. أنا لو اتخانقت مع بسكويت كان أحسن، الواد أساسا اللي اتخانقت معاه كان اسمه فيلو. ولا أنت اتخانقت مع فيلو ليه يا فينو؟ تهبل يعني، أنا يوم ما اتخانق مع فينو؟ ده لو اتخانقت مع بسكويت كان بقى أرحم يا عم. على فكرة هو اسمه فيلو مش فينو. موقف رقم 7،
بص متاكد انك مش هتلاقي موقف مضحك زي ده من وجهه نظر، يعني المفروض ان احنا نموت من الضحك بقى كده دلوقتي. نكمل. مره زمان وانا في ابتدائي المدير كان معاه فلوس وبيقول حد ضيع منه الفلوس دي، تمام، فبيقول نشكر الطالبه كذا على امانتها. فانا اسكت، لا ما اسكتش، طلعت كتاب دين ورحت طالع بقول له ده ضايع من واحد، بيقول نشكر الطالب محمد طايع على امانته، بينده على صاحب الكتاب، بيقول محمد طايع صاحب الكتاب فين؟ بقول له انا برضه رسني من تحت بطاطي كان هيموتني. ازاي من تحت يعني كده ولا كنا نكون؟ المهم كده عملت 7 مواقف. لو انت عايز جزء تاني قول لي تحت في الكومنتات، ولو انت برضه حصل معاك موقف محرج قول لي تحت في الكومنتات. عشان كده امن وجرب باي سو بقى. استنى بس كده انت رايح فين؟ سبسكرايب توما تشانو وتنساش تشغل الجرس، شوف الفيديو اللي فات وشوف افضل فيديو وتنساش تشغل الجرس. جود باي.